تقول ما كنت ثقانة ببشر بس بيده كان مأمن ورادون عوفك بس كذب تبقى انت انت شماحك وفكرة وبراس المدمن من كنت يم الخير بين بين الله يا ذاك الوقت حتى اهلي لا يعرفون احد برانا عوفاً صورتك مثل الاستوى يدخل الله 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 بس ما لعوفك ما ما كنت ثقانة بشر بس بيده كان مأمن ورادون عوفك بس كذب تبقى انت انت شماحك وفكرة وبراس المدمن من كنت يم الخير بين بين الله يا ذاك الوقت حتى اهلي لا يعرفون احب برانا عوفاً صورتك مثل الاستوى يدخن بس ما لعوفك لا كذب ما كني قد ما شلت عزة نفس نقطة ضعف ما حط علي ما حد قدر يلزمني تخيل وصلت المرحلة بس حتى نمشي احنا سوا والله ايد انطيتك بتوجعني بس من قلت ما ارجع ويا ربع حيل تغيرت كلش صرت ما اطلع يسألوني ما جاوب قمت بول ايام المنصدم ما يحكي شي بس يسمع بول ايام المنصدم ما يحكي شي بس يسمع وقد ما اخافك واحترم رجلي متهن يمهلي وبس يمه كانت ربع تدر انت عايف لك بشر من يد عين سهله لان بس انت بلسانك كنت لمن يصلي ويركع الله والله العظيم المثل ما يتودع شوف ايش كبر حجم الوجع من تاخذك رجلك غصب ذاك المكان اللي تدري بيه راح انت بيه تتودع كامل رحت له ومن رجعت مقطع وما كنت منك رايد بس انا لو جاسك مرض العب بشعرك وظل يمك قاعد مو بس حبيبانا بحياتك والد بول ايام شقد حلو ما ينشبع منك كنت تشبه الماي البارد الله وهسه بحياتي مو مهم بحصت السوالف والحكي انت الكلام الزايد هاي قبل مال انت بس هالواحد وعاذر الناس اش ما حكوا معروف من تخسر حرب لو كان بالجند الغلط توقع براس القائد بسلامتك.